اي لما تضعف اخر شيء يروح منك الشحم اللي ببطل البيت. كل ما نزل اي كل ما نزل هذا يصوب يحار نفسه وهل ما جرى فاخر شيء. اذا الانتفاخ هذا شنو؟ لا هي منطقه البطن مثل ما تفضل محمد منطقه شحوم بارده هذه اخر منطقه ممكن الانسان يفقدها هذه. نعم. طبعا عمليه السمنه هي عمليه خلل في الكبد هذه في جامعه فيلادلفيا اعتقد انا اجروا بحث يعني على يعني السمنه قالوا عمليه السمنه هي خلل في عمليه الايض وحرق الدهون. نعم. فهي خلل في الكبد يخلل الكبد يخزن يعني الدهون بصوره كبيره لذلك احنا يعني بالاعشاب لما تكون يعني تدخل مع علاج الدايت تكون فعاله جدا لان احنا نحفز الكبد على سرعه عمليه الايض وحرق الدهون. فعملية تخزين الدهون هذه لما تصير في منطقة البطن تحتاج أمور ثلاثة الدايت اللي هو الحمية الغذائية السعرات اللي تدخل الجسم والرياضة لشد عضلة البطن اللي هي عضلة البطن والظهر لازم يشدون مع بعض بالتزامن تشد البطن راح يصير عندك آلام في الظهر. أنا صار لي تجربة محمد كنت أسوي معدة نسيت الظهر ما ركز على الظهر. نعم. يعني لدرجة أني صرت أسوي 300 مرة معدة صار وياي عوار ظهر لازم تسوي العكس. أي رحت لشيك عندي دكتور يدرس هناك قال لي أبو خالد تعال جو حلو هذا قلت يا بروح رحت لشيك أجرولنا يعني عمليات تدليك وعلاج طبيعي بس مجرد أني تركت التدريب راح أسبوعين راح العوار بعدين يعني واحد بالخبرة ترى والتجربة لازم يعني تسوي هيد مضاد بشكل لازم مضاد. تسوي بالتزاون والمنور بطن ويظهر. ناصر عندك السؤال إيه الدكتور في لك سؤال يقول لك القولون العصبي والحجامة الحجامة تساعد في علاجها لها علاقة في هذه وابو محمد لك سؤال يقول لك انتشار الحجامين الكل قاعد يحجم الآلية أو الصورة الحقيقية للحجامة شلون راح تكون؟ شوف أول شيء خلي الدكتور بالنسبة للقولون العصبي شوف القولون العصبي هذا له علاقة بالنفسية الإنسان لما يصير عنده اضطراب نفسي قلق ضيقة ستريس يبدأ يشعر بالآلام وتضرب بالبطن وتسمع بالظهر القلب أحيانا يحس شنو نغزات فيه يعني هذه صحيح شنو وأنا تكلمت فيه في حلقة سابقة مع وانور هذه التركيبة من سبع أعشاب يعني يا ريت اللي يسمعني يسجلها وراح أقولها شوي شوي لأن هذه مفيدة جدا. نحتاج بذر الكزبرة نحتاج اليانسون أنت تقدر الحلقة دي في دي على كيفك أنا بعد الحلقة أخذهم منك كلهم مرة ثانية تفضل بذر اليانسون كزبرة بذر اليانسون بذر الكزبرة نحتاج المرقدوش نحتاج إكليل الجبل نحتاج الشبنت طبعا هذا كله مجفف ها نحتاج الريحان نحتاج شنو بعد قلنا من اول خلي عيد شومر مثلا لا لا شومر ما له علاقه ما له علاقه قلنا الريحان قلنا طيب هذه ناخذ منها مقادير متساويه زين عاده 5 جرامات تمشي من كلهم 5 جرامات تخلط تمام وبعدين نغليها في ربع لتر ماء بعد دقيقة أو دقيقتين نرفعها على النار ونغطيها علشان نحافظ على زيوت الطيارة قدر المستطاع ما تروح الكمية اللي تبقت من الماء نضيف إليها عسل ضعف الكمية يعني لو تبقى من الماء 100 ملي نضيف 200 ملي عسل ماشي بعدين نعيد التسخين العسل مع الخلاصة هذه لغاية ما يصير قوام السائل لزج معناها ان الماء يتبخر ترك المواد الفعاله فيه ممزوجه مع العسل وهذا يصير على شكل شراب. نعم. فملعقه وسط 3 إلى 4 مرات في اليوم هذه خلال اسبوعين 3 اسابيع القولون العصبي منتهي. اللهم نعم. الله هذه طبعا مجربه. نعم. ونتائجها جدا جدا ممتازه بس يشترط انه يشخص انه قولون عصبي ما يكون شيء ثاني غير القولون العصبي بالتالي يقول ما استفدت. هذه الخلطه زينه حق التأتأة. ترى عقب حلقتنا العام السنة اللي فاتت مع وانور يوني حالات كثيرة عشرات خصوصا الأطفال الصغار اللي عنده رهاب اجتماعي قدام الناس ما يتكلم
ففعلا خلال 4 أسابيع انطلق بالكامل. انطلق سبحان الله. حتى اللي يكون عنده مثلا توتر مثلا رايح عنده ثراي فوبيا مثلا داش على الامتحان هذه تخليه مرتاح 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 مرتاح. فهذه الخلطة ممتازة جدا. إذن خلطة جميلة ورائعة وصفها لنا الدكتور. خلكم معنا لا تغيروا القناة، خلكم معنا ونتابع هذا الحديث الشيق. وعودة مجددا نعرف مش كاميرا بس على أساس أقدر أتكلم. ساعات واحد يدخل عمرك مصر بنتي خذها بس ولا بدون فوادي عرفت بس أنا ما. وعودة مجددا مع البرنامج برنامج الديرة على تلفزيون الشاهد، معنا ضيوفنا الكرام وما زلنا نتحدث ونتكلم عن الطب البديل. عندنا مسجات اتت ايضا، لان انا عندي محور مختلف في العشر دقائق. بس اللي جاوب محمد على الحجامه اللي سالوا قبل الفاصل سالوا الحجامه نقرا بس المسجات على اساس الناس اللي ارسلوا عندك مسجات. السلام عليكم، اصبح على الضيوف الكرام واقول بوبندر انك منور الشاشه دائما، ولد الكويت خالد موجه. فجعفر اسال الشيخ ويا الاخ بهمن، أنا في نصف صرع كل فترة تجيني الحالة في الدوام في السيارة، تكفى يا جعفر اسألهم شو أسوي، تكفى ورقمي عندكم، تكفى ثلاث مرات، تكفى واحدة تكفي الصرع. أقول حق اللي قاعد يتابعنا ويشرب شيشته، قط الشيشة تفضل. أبي مالت الحجامة. شوف أول شيء خليك الصرع، كثرة الحجامين زين ايه. كثرة الحجامين كل راس 5 دنانير، يعني إذا أنت حجم تاخذ معاشك هني هني إيه؟ 3000 بالحلقة 450 يعطون. لا بالسنة بالشهر. الشهر 5 لا، إذا ياخذ 1500 أنا أقول صير حجام أحسن لك، لأن يطلع أكثر من المبلغ هذا. نعم. إذا على كل قلاص ياخذ 5 دنانير 10 دنانير في حريم 5 دنانير في بكال أخذ محمد محمد مشروطة يقول له هم يقول إيه ساعة تحطون ترى حاطين عليه وما أدش كل قلاص 5 دنانير 10 دنانير أو يحجبك أكثر من 20 دينار. هذا سبب الكثرة. هذا الكثرة ليش؟ خلاص الصرع شنو عندك له؟ الصرع أنا شنو أقول؟ الصرع ما هو إلا شحنات كهربائية زائدة في المخ تتشنج بانفعال داخلي ضيقة يحوش الصرع. فشنو أحسن شيء حق الصرع؟ يأكل خس قبل ينام على أساس الخس يهدي الأعصاب. الدكاترة أولى بهالشغلات. ثاني شيء لازم يمشي على كاشي بارد، كاشي بارد 4-5 دقائق على أساس تهدي. أنا أقول شغلة واحدة قبل لا يحق له، يعني إذا ياكل النوبة قصدك؟ إيه. حتى يوميا عندي دكتور مر من الدكاترة دكتور نفسي، فقلت الدكتور ذات حالة يقول والله ما أدري تزين دكتور، أول شيء زفل المريض وقط حشا سامح حشا جوتية ونعالة خليه يمشي 5 دقائق يطيح. فالدكتور يقول ياتني حالة دكتور بقط روحي بنتحر بموت، يقول خبت شو اسوي، يقول شو اذكرك شب يس يلا قطة امشي، يقول طرت برقش شو اسوي فيها الحين، انا خايف الحين قطة روحي من دريشة يومي سويت فيني بس هالمشي على كاشي بارد، الشحنات كلها طاحت من سبحان الله من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ان كل انسان كل عضو بالانسان له عصب تحت القدم. نعم. هذا واحد بخصوص الحجامة. أول شيء الحجامة الله سبحانه وتعالى أمر فيها. نعم. من 1400 سنة يوم الله سبحانه وتعالى أمر جبريل صلى الله عليه وسلم بعراج النبي صلى الله عليه وسلم للسماوات السبع، في كل سماء ملك موجود يقول يا محمد احجم وصمتك بالحجامة. هذا اثنين. الشيء الثالث اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم حجامة جبريل سلام الله عليه. ثلاثة صارت نبوية، يعني صارت إلهية سماوية نبوية. طلع فيها حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصارت قمرية، يعني مع إحنا نمشي مع القمر غير أي حد يسوي. هذا واحد. انا اقارن الحجامه مثل السياره، طول ما انت تبدل دين سيارتك ماكينتها تمام ما تقط فيها غير البنزين وهذا. فالانسان كما يسوي حجامه حجامه، عشان شيء الطب يحارب الانسان بالحجامه. طول ما تسوي حجامه انا اعيد واقول لو كل انسان يسوي حجامه 5 سنوات صدقني الدكاتره والصيدله قاعد بيتهم ما يعالجون احد، يا زوجتي يا خدامته. ليش؟ ما حد يمرض. هذا واحد. انا وصلت للنهايه. زين وصلت للنهايه منكم كلمه اخيره بس، انا ادري فيك ابو حمود تكتب شعر. إيه. وأدري أن الدكتور خالد طيب عنده محاولات شعرية ويحفظ الشعر. دكتور جواد ما أدري عن أبو خالد، بس تستذكر لنا شيء. أنا أحب أسمع. إذا أعطيك الكلمة الأخيرة لك اللي تحب تقولها، يعني بعد ما تشكرنا طبعا. أكيد والله. طبعا إحنا نبي أرقامكم نحطها على الشاشة، يعني إذا ما تمانعون إن شاء الله. ما في مانع. ما في مانع. يعني يا ليت نزيع، يعني يقولون نزيع الحين الحين للتواصل عشان يتواصلون معاهم، بس حطوا ارقامهم على الشاشه واي حاله 5%. وين انا كاتب الشعر اقوله يلا حق اسمه اخر الكلمه الاخيره ابو خالد. بس ابو خالد كلمتك الاخيره. بس والله اشكركم على هاللقاء، جمعتونا يعني باساتذه الله يسلمك. اي والله اشكر بنور والاخ بوندر
والمحامي الفاضل جزاكم الله خير. الله يسلمك ابو محمد. شنو عندك شعر سمعنا قبل لا تختم الحلقه؟ شوف طبعا شعر حق شيخ ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء. نعم. اقول له طبعا اسلم على الشيخ ناصر شيخ المجاليس، فيه الكرم والطيب، هو فخر التراحيب. يا الله يا عالم خفيات الاسرار، بديت باسمك يا منجي دخيله، ناصر محمد يا شمعة الدار، لك صورة بالطيب صورة جميلة، يلا عساه من طويلين الأعمار، حييت يا راعي اليمين الطويلة، يا الصقر مجناك من كار الأحرار، من روس ربع يحتمون الدبيلة، آل الصباح مطوعين كل غدار، كم تايهين خلوه يصبح دليلة، اللي لهم بالطيب مدخل معبار، ملاذنا اللي صار بالوقت ميلة، يلا عساك من طويل الأعمار، وعسى لو عثى ليالي ما تجيله. صح كلمتك الاخيره اللي تحب تقولها. طبعا انا اشكر بعد ما تشكرني انا اشكركم ولي. كلكم كلنا واشكر كل طبعا ربعنا داخل، واشكر كل المشاهدين. نعم. واشكر كل الناس اللي ساعد جاسم بهمن. نعم. طبعا على راسهم عيال الحساوي بعد ابو مبارك العزيز وفواز. نعم. وعيال غانم. نعم. مرزوق الغانم وخالد وفهد ما قصروا معاي. نعم. وطبعا ضار الوزان. نعم. واشكر كل من اعطاني خدمه. في شكر خاص بانور بس انا نسيت انه ما اخذت اسمه مقابلتي معاكم العام بالعداله. نعم. يوم قلتوا عن البيت بعدها كم يوم يعني واحد عالجته يعني قال محمد انا عندي هاي بيتين، بيت بالجليب وبيت بالوفا، اخذ واحد لك وانا مترمح خاص لي انا. طالعته انا من داخل ابكي بس شكرتك جزاك الله خير حق عيالك والله العظيم. بس نسيت ان اخذ اسمه عشان اشكر هالشخص هذا. يستاهل الشكر. دكتور الكلمه الاخيره عندك مع بيتين شعر نسمعها. والله شوف اول انت فاجئتني يعني بالشعر يعني ما تحفظ. لا والله تعال يقول لي يجيب معك بيت شعر حاضر. ما كتب شيء ابو يوسف بني منه. والله شوف انا 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 اكتب شعر على المناسبات على حدث يصير قدامي. نعم. نعم. انا اعطيك مثال مره من المرات مع الوالده الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. رحنا هذا الكلام سنه 75. بيتنا بكيفان ويمنا المسرح المسرح كيفان، فقالت لي نبي ندش مسرحيه تضع الديك مال محمد المنصور. فرحت بحجز وكان الوقت العصر كذي الساعه 5 وكان يعني مطر خفيف هالشكل. نعم. فكان واحد على الشباك اول يعني يحجز، بعدين واحده اخت فاضله وراه وانا يعني وراها. فننطر الدور، فذاك خلص خذت تذاكره ومشى. جت الاخت تبي تقطع التذكرة فتشنست علشان تكلم رأس الشباك، فالله يحفظها ناسية هذا السحاب مفتوح إلى إيش اسمه. فأنا في الحمد لله أنه ما كان أكو أحد يعني في الوقت هذا. بس بعد ما خلصت أنا ما أدري هل هي بتروح الجمعية بتروح سوق بتروح هذا بهالصورة هذه، فقالت لي نفسي أنه لازم تنبهها على هذا الشيء. نعم. فقلت أختي لو سمحتي عفوا ترى سحب يوم حطت يدها كذي صرخت صرخه يمكن المسرحيه ما راحت ذاك اليوم. هذه القصه اللي صارت كتبت عليها تقريبا 30 بيت شعر. ما شاء الله. كل القصائد اللي كتبتها كانت موجوده في ملف، وهذا الملف حاس عليه واحد اخ فاضل كان معاي زميل انقال له فيصل جودر. اي نعم. ما ادري شلون طاح على القصيده. اي ما ادري شلون طاح الملف كله. قال لي تذكر قصائدك كذا وكذا. لا الحين لقيت الملف ما ادري انا فاقده هو غدا. لا ان شاء الله مره ثانيه الحضر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الكلمه الاخيره اللي كنت تحب تشكرنا. انا والله اشكركم. الله يسلمك. صراحه اشكركم شكر جزيل على هذه المبادره. طبعا انت وحبيتوا تسوون شيء عشان الناس تستفيد. نعم. واخترت المواضيع المفيدة للناس، ولا شك أنه يعني صرفت وقت وجهد علشان لإنجاح هذا البرنامج. أنا أشكركم على الجهد الطيب. وأنت أخو أنور أعرفك من أول لقاء معك في الـ في الـ في, الـ في العدالة في برنامج اللوبي، أنك فعلا إنسان تختار الشيء المفيد وهذا اللي خلاك في السلم ناجح. عساك سعد. يعني كذلك لا صغر بالأخوان اللي معانا، سعيد جدا بشوفتكم ولقائكم، وسعيد أكثر بني التقيت مع اثنين من الأخوة اللي من زمان ما شفتهم. عرفت شلون؟ عسى الله يعني. فالحمد لله رب العالمين قاعدة طيبة وفي هذا الشهر الفضيل. أسأل الله أبو أنور نجم ما شاء الله عليه. عندنا أيضا ثلاث مسجات يسألوا في العلاج مجرب للقولون. الدكتور خالد تطرق لها المسألة. نعم. واللي يبي الرقم كان موجود على الشاشة. أيضا سؤال ثاني على القولون، وفي السؤال الثالث كم رقم الدكتور خالد طيب أيضا موجود كان نعم. موجود طبعا. أعزائي المشاهدين باسمكم تقدم بالشكر الجزيل. ممكن تفضل. عفوا أنا بالنسبة للصرع الخلطة نفسها اللي قلتها تصلح حق حالات الصرع إذا خفيف، وعالجنا فيها حالات أطفال
أربع سنوات إلى سبع سنوات، أربع شهور انقطع عنهم الصرع تماما، حتى الدبكتي ما يأخذ.